كيوي وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟ ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا معرفها دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، حادثه اثرت عليها. سيبيه انا عارفه ابني ماتيلدا دايما عامل لي كده فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط. خش في عيب. واقول لك روح ثلاث ايام وانده لهم، بس ودين يوم الثلاث لوريلك، بس هم يجوا. بس يجوا الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش يابا، عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعد علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه يعني هنبات هنا؟ نبات هنا. دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. حد شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللادغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين. كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل اتفضل، الكل يخش على الطياره. تحقق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته ثانيه تناموا فيها. لا ايه ايه ليه؟ هو احنا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط. ما هم الناس دول بتوع كلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا. انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هم كده، هم كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. أهو مخدومي منك إيه؟ ده إيه؟ لو شكشك هاكل لحمك. أنت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مخلول، مخدومي منك إيه؟ أنت كده مخلول؟ أنت كده مهبول. لو شكشك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك إيه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعة كل يخش على الطيارة، كل يخش على الطيارة، يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائرة رحلة رقم 1313 التوجه إلى الطائرة. ونبي أخوانا حد يجي ياخد الست الكبيرة دي يدخلها لنا جوه. يلا. يلا يلا طبعا. يلا. 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 يلا تاني. يلا تلاتة. يلا. ده أربع لايات. يلا. لايات؟ يلا. يا سلام يلا تاني. يلا. يلا ومال. يلا. 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 بقول لك إيه يا بقلص؟ إيه يا حاج؟ هو في ست كبيرة هنا؟ بس اتحرقت يا حاجه الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجه ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعوديه؟ يا حاجه احنا في جده دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجه والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعات. معلش بقول لك ايه يا ام؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي. يلا معاهم معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه. عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته.
تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره تعضك او اسد يقرصك. اسد اللي يقرص؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا اشوف اي فرع شجره، اشوف كهف هدايره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله، ها، واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. ها، حاضر. يلا يلا قدامي، يلا قدامي. بتقوي لي عضله البنج البت دي. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني؟ مش هسأل. ايه ده؟ ده انت جميله قوي. ايه ده؟ ولا طالبه؟ انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل، انا ما انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه؟ انت بتسف ترامادول ولا ايه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. المدام؟ اه. هي دي مراتك؟ اه دي مرات. والنبي خليها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي، بس هي بتحب تنام بره. ماشي. يلا سلام عليك. سلام سلام يا اخويا، مجنون يا ابن المجانين. طب انت بتضحك على ايه بقى؟ انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم بتضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا، لقيت شجره مليانه خيار، كلت خياره مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطميه هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش، هات ناكل والله جعانين. ده انتوا حاجه هم، في مصيبه وانت ماشي عمال تضحك، حاجه زفت والله. يا ابني الطياره وقعت. ايوه انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطياره وقعت؟ اه وقعت. على فكره بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ ده هي بتمول وهنطلع على طول. ده العجل فسه فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال انزل خيال زلزال.
ايه ده ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟ انا بيتهيألي ان في حد. يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فاني هاف فاني. هونج شونج حد معاه شاهين سامسونج؟ You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. When you fold, get up, oh, oh, and if you fold, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangarewa, cause this is Africa. This is Africa. بلغت وزعيماتي مام. مام زعيماته. تبنيا مبادي تبابا. تبنيا. يوم فني جميل. سكر حلوة الدنيا السكر، سكر حلوة الدنيا السكر. صباح الخير. صباح الخير يا عنزة. وحشتيني حبيبتي، عاملة ايه؟ بص بقى النهاردة عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك. هتيجي على ايه، غزالة ولا قردة؟ مرشقنا في الصحراء واللي كان كان. يا سلام، نسيت صور هيفا اللي ملزقة في كل حتة في اوضتك. هيفا؟ انا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي، وفي اهيف منك. يلا بقى ركزي معايا كده، نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابة اللي جوه دي. يلا بقى، خد خد تعالى هنا. ايه انت هتعودهم على دلع ده من دلوقتي ولا ايه؟ دلع ايه عزة، ده شغلنا. لا طبعا، الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط، كلنا هنا في موقف واحد، يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه وكلهم لازم يشتركوا في العيشة اللي اتكتبت علينا هنا دي. يا عزة يا عزة، ده شغلنا احنا، زي قبطان السفينة اول واحد بينط من السفينة بغبائه. ماشي يا بسام، هاجي معاك بس بقول عزة ايه. ايوه هنقول عزة قالك. هنقول كلنا ان شاء الله. غريبة قوي البت دي، انا مش عارف انا خطبتها ليه اصلا، وانا عايز اخد وقفة في الموضوع ده. ايه ده في يا عم، انت بتزق ليه؟ ايه ده انت ايه؟ انت اللي مين؟ انا بسام. ايه ده، امال فين الكابتن ماجد؟ لا عضيته السلعوة، انت عبيط؟ عبيط انت بتشتمني؟ طب يا هبال خد خيار. انت عبيط يا عم، انت كنت مش بتضحك من شويه، انت بضحك البكي بس يا عم. سيبني اكرم صاحبي هيروح مني والله. ماله اكرم ده حبيبي. بص يا عم، احنا كنا ماشيين في الحديقه دي امبارح، لقينا ايه بقى، شجره مليانه خيار على عينها، كلنا خيار ببساطنا وعملنا دماغ. هو بقى الطافس كل قتايه قد كده، جاله اوفر دوس. لا حول ولا قوه الا بالله، ادمن الخيار. اه تبا للمخللات. حبيبي أكرم. طلبة. انت فين يا أكرم؟ طلبة. انت فين؟ الحقني يا طلبة، مش قادر، الخيار بياكل في جسمي، مش قادر انا خلاص، مش قادر. شوفني معاك اي خيار يا طلبة. قلت لك الخيار بيزن. اسكت بقى يا اخي، هتلاقي اي خيار معاك، خلصت الخيار كله. مفيش خيار. شوفني اي حاجة ان شاء الله، حزبة بقدونس، اي حاجة، مش قادر انا خلاص، قربت اشم بصل. هات ايدك. خد اخر حاجه كنت اتخيلها، الند بايدي لصاحب الخيار، بس اعمل ايه، ما قداميش خيار تاني. مين انا؟ يخرب بيتك. ايه ده، في ايه؟ سايبين الطياره وخارجين بره ليه؟ بوليس ارمي الخيار. الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا. طلع لوحده؟ وريني. خد يا باشا. جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم احنا مش معانا خيار. اه مش مع، ايوه جبتوه منين يعني؟ اه احنا لقيناه هنا في الشجره دي. انت اكلت خيار؟ ما تاكلش انت خيار. ليه؟ انت الطيار، ما تاكلش خيار. انت
الطيار ما ياكلش. حلو والله. الطيار ما ياكلش خيار. الطيار ما ياكلش. وانا شايفك حمار. ابتدى يشتغل اهو الخيار. هيا ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي. اللي تحت الحته دي. الحته الاخيره دي يا عم. خش يلا. خش يلا طيارة. يلا خش طيارة. خش طيارة. الطيار ما ياكلش خيار. صباح الخير يا كابتن. ها نمت كويس؟ تمام الحمد لله. نمت نومه جامده جدا. كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو. رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله، قفلت كله بالحجاره عشان الصراصير. الصراصير قلقتني طول الليل. امال انت جاي من هنا ليه يا كابتن؟ لا مفيش، ما انا نزلت من هنا رحت على هنا وجيت من هنا كده. ايوه كنت بتعمل ايه يعني؟ يعني موضوع كده، عملت موضوع كده وجيت على اللي هو ايه يعني؟ انت مصره يعني؟ عملت حاجه يعني؟ عملت حاجه وجيت كده ما بلاش قرف بقى. عملت حاجه وجيت اكل يعني؟ بعد الاكل يعني. سيبك منها. انتوا رايحين فين دلوقتي؟ سيبك منها يا كابتن دي خلاص. انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين في، قالت لي تعالى هنا ورا الشجره وزمت عليا. هتروح ورا الشجره؟ هي اللي قالت. انا لسه جاي من هناك. يلا روحوا هناك. بس هتروحوا مع بعض ولا ايه؟ ايوه هنروح مع بعض. لا احنا رايحين نجيب اكل مش حاجه ثانيه. اما شاتوا لي بيض بالبسطرمه. يلا عينيا يا كابتن. يلا ورايا بقى بسرعه بقى. يلا بقى بسرعه بقى. يا روما يا روما. ايه ده يا ساتر يا رب، دي اسوأ ليله قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخين. ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام، من حقه، من حق كل انسان ان هو يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها. ولا مش دي اللي انتوا بتتكلموا فيه طول الوقت ولا ايه؟ من حقه يشخر زي ما هو عايز. انت بتتريق؟ لا ما تعتبريش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب، خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه أسئلة. أنا المفروض أرد أقول إيه يعني؟ أيوة تحت أمرك. أهلا وسهلا، إزيك يا معلم؟ إزيك أبو الكباتن، عامل إيه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومة زي الفل، بس جيت ساعة الفجر كده ورحت قايم. قمت تصلي الفجر طبعا. لا للاسف معلش، الفجر فاتني معلش بقى. معلش وانا مال؟ بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ عندها جيوب انفيه، مش جيوب انفيه دي، بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله. صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ بتشخر يليهوي. ده كانت خرباها. ايه ده، انا ما اسمحلكش على فكره. ما اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه، سيدي هاتك عندي يا بنت. في ايه؟ ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت وشربات. وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني انا بتشخر طول